من ضمن الأسئلة، إيه الجامعات السعودية اللي بتتضمن تخصص التسويق وكيف أستطيع التقديم ليها؟ الحقيقة ده بيرجع للجامعات القريبة منك، ولكن يا سيدة الفاضلة حاولي إنك تدوري على الجامعات اللي فيها تخصص التجارة، عادة بيكون جواها تخصص التسويق. لو مش جواها كلية التجارة هتلاقي دايما في كلية إدارة الأعمال، فأنت دوري على الكليتين دول، إدارة الأعمال أو كلية التجارة، كليتين دول لو عندك، لا اما منفصله كليه التسويق وده عاده مش هتلاقيه موجود بشكل كبير عندك، ولكن لو ما لقيتيش ده ادخلي كليه التجاره وهتلاقي فيها تخصص التسويق او كليه اداره الاعمال، ايهما اقرب. ما لقيتش ده او ده جواها ادخلي اداره الاعمال او التجاره بشكل عام، وبعد التخرج خدي دبلومه في التسويق وربنا يوفقك وان شاء الله هتكتب لك كل خير وهتجدي فرصه عمل. وننبه الى ان التسويق من التخصصات اللي مش شرط انك تدرسها في الكليه، لان الخبره العمليه فيها اهم، فحاولي اثناء الكليه لو انت دخلت اداره اعمال او كليه تجاره انك تحسني من قدراتك في التسويق، تقري الحاجات باللغه الانجليزيه، تنزلي حاجات من المواقع باللغه، كتب باللغه الانجليزيه او تقريها وتبدأي تشتغلي فيها علشان تفهمي الخبرة العملية فيها أكثر من الإطار النظري، وربنا يوفقك.